ومن منطلق طبعا الشهر مايو شهر كان عسكري يعني بجدارة، لسه مكونين مع حضراتكم في فعاليات التدريب البحري المشترك فينيكس إكسبرس 2021، واللي استمر عدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط بمشاركة 13 دولة، هم مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. والتدريبات دي بتأتي استمرارا لعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، وده بهدف تعزيز آفاق التعاون العسكري والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات وإرساء قواعد الأمن البحري في المنطقة. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك فينيكس إكسبرس 2021، والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط بمشاركة 13 دولة. وقد شهدت المراحل الأولى للتدريب تنظيم عدد من المحاضرات النظرية على الموضوعات والأنشطة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الرئيسية للتدريب لتبادل الخبرات في مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة التي تؤثر على السلامة البحرية ومجابهة التهديدات الغير نمطية. وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار وقيام عناصر الوحدات الخاصة بتنفيذ عدة بيانات عملية لأعمال الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش بسفينة مشبوهة والسيطرة عليها. كذلك التدريب على سبل تعزيز إجراءات الأمن البحري بمناطق عمليات البحر المتوسط من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات وتوحيد مفاهيم أعمال القوات المشتركة. ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة في التدريب. تأتي هذه التدريبات استمرارا لعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.